شاركنا بهي البطولة نحن كوننا الأولى من نوعها بالمحرر، شفنا المستويات وتفائلنا خير إن شاء الله، كون المستويات من جميع المحرر اللي إجا من إدلب واللي إجا من عفرين واللي إجا من سرمدة واللي إجا من عزاز واللي إجا من كذا، اللعبة كتير حلوة وكونها لعبة قتالية يعني هي العالم ترغبها أو الشباب يرغبوها أو الأولاد يرغبوها، كونها لعبة دفاع عن النفس بالدرجة الأولى يعني. نظمنا بطولة كأس الشهداء الأولى للوشو كونفو على مستوى المحرر، وهذه أول بطولة على مستوى المناطق المحررة في هذه لعبة الوشو كونفو، وقد أقمناها في منطقة عزاز. الحمد لله شارك فيها حوالي 60 لاعب ومعهم مدربينهم وإضافة إلى حوالي 10 حكام. اسمي فضل عثمان من نادي الصفاق العالمي، حصل على المركز الأول الحمد لله رب العالمين، فزنا 60-65 في رياضة الكونفو ساندا. الحمد لله رب العالمين، يعني خطوة كويسة كتير من الاتحاد، إنه كانت أول بطولة يعني للكونفو ساندا في الريف في سوريا المحررة يعني. ونشكر الكابتن علاء تمر وبشكر المدرب محمود حياني.